هنعمل وصفة صحية قوي اللي هي فتة الفراخ الفلسطيني. الله عليكي، هنعملها بطريقة حلوة قوي. يلا بينا، يلا نقول مقادير. اتفضلي. أول حاجة عندنا ربع كيلو صدور دجاج شرايح، متقطعة شرايح يعني، بصل أبيض متوسط متقطع شرايح، كوباية فلفل أخضر متقطع برضو شرايح، نص كوباية حمص مسلوق، معلقة صغيرة زيت نباتي، نص معلقة صغيرة سماء، ونص معلقة صغيرة زعتر، ونص معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة توم باودر، وكوبايتين خبز لبناني اللي هو كامل القمح، اللي هو القمح الكامل متقطع مكعبات ومتحمص في الفرن، معلقة زيت صغيرة زيت زيتون. وللصوص بقى عندنا كوباية زبادي لايت، معلقة صغيرة طحينة، 2 فص توم مفروم، معلقتين كبار عصير ليمون، ربع معلقة صغيرة سماء، وملح وفلفل. وفي للتزيين طبعا اللي هو اللوز المتحمص. يلا انا جاهز. يلا بينا.